شفت السؤال موجود هذا عشان اتعلم. طيب الشيخ قال احد الفقهاء انه والله انا من العرب المالكي قال انه الحديث في البلاء ضلال، قال هذا من العام المخصوص خصص بحديث انا حديث كل بلاء ضلال حديث هذا، قال هذا عام مخصوص بحديث من سنة سنة الإسلام. فشيخ إن طبعا نحن نعرف من خلال علمك إنه يعني مذهبك ما تذهب إليه مخالف نقول هذا، فشو بترد على العالم هذا؟ طبعا جزاك الله خير، أو شو عندك مقال؟ ما ردينا عليه هذا الخول والله ما كنت والله شيخ. هذا شو تأويلك بدك تقول معنا؟ صار يعني شو صار إن شاء الله؟ أنا ميجي يا شيخ أنت بس خليني. نعم عندنا أخي أشرطة حول هذا الحديث، بعضها مطول جدا مبسط وبعضها مختصر كالأمس. إذا تذكرنا المناسبة التي جاء الحديث فيها اتضح بطلان تخصيص عموم قولي عليه السلام كل بدعة ضلالة بهذا الحديث، لكني أشعر بأن المسألة تحتاج إلى شيء من التفصيل، وأنا أستريح إلى مثل هذا التفصيل ولو أنه غير يمل من تكراره، أستريح لمثل هذا التفصيل لما فيه من فائدة لغيري إذا كان غيري يتحملني. إذا عندك استعداد للتفصيل حتى أفصل لك، شو رأيك؟ شيخ ما بدناش نراعته إن شاء الله، يعني خذ الاتصال غير المختصر وإحنا بنلبس شيخنا. وأنا قلت لك أنا أستريح لهذا التفصيل. طيب.